أرحب بحضراتكم مرة تانية تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة وقال سيادته أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه الرئيس السيسي وجه أيضا التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، وأكد أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء. تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. حفل الافطار السنوي الذي اقامته القوات المسلحه بهذه المناسبه بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والبابا توادرس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقصيه والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدام قادة القوات المسلحة وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بالذكر انتصارات العاشر من رمضان والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب الوطن مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء مشيرا الى ان الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحه لحمايه مصر وصون مقدساتها واعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحه من جهود بالتعاون مع كافه اجهزه ومؤسسات الدوله المصريه لتحقيق التنميه الشامله وتوفير حياه كريمه للمواطنين في كافه ربوع الوطن ودعم ركائز الامن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنه